تتواصل الانطلاقات، تستمر التحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في منطقة سواحان، حيث تتوالى الانطلاقات، تتوالى التحديات، شوطا يتلو الآخر من خلال تجدد هذه المنافسات الصباحية. شوطنا مشاهدين الأعزاء السابع والخاص بالبكار، صدارة هذا الشوط، مقدمة هذا المسار، وفي المركز الأول تتقدم على البداية التماس مبارك بثوب محمد الشدي المنصوري، ياتي أبو محمد حاضرا بهذه الانطلاقة من خلال تواجد التماس على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هذه محبة مطر بن حمد بن دحوي العامري ياتي مع المركز الثاني ويقدم لنا محبة. الدور دور المركز الثالث، القادمة هنا غاية، سالم بن عبد الله بن حميد المقبالي يتقدم مع المركز الثالث، وفي المركز الرابع زيارة حمد بن سهيل بن طماطم العفاري خذ المركز الرابع، وفي المركز الخامس متعبة نواب بن سهيل بن صالح المري ياتي ويتقدم بانطلاقة وحضور متعبة مع المركز الخامس وغيرت إلى الرابع. تابع هذه الأسماء، شوف هذه الشعارات المنطلقة في هذا الشوط الحاضرة بالانطلاق والإبداع المميز من خلال تواجد هذه الأسماء القوية التي تنطلق هنا أيضا من أجل تحقيق ناموس هذا الشوط. لمن يا ترى الانتصار؟ لمن الإبداع؟ لمن التحدي من خلال تواجد هذه الأسماء القوية؟ ولكن نعود إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى البداية، إلى صدارة هذا الشوط. تتقدم التماس، تنطلق التماس على البداية الأولى، مبارك بن سيف بن محمد الشد المنصوري حاضر أبو سيف وشعاره هنا أيضا على البداية على المقدمة الأولى من الشعارات القوية التي دائما تمتلك نوعيات فاخرة. يتقدم أبو سيف وشعاره على بداية هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما شعار بن طماطم يتقدم في هذه اللحظات مع زيارة حمد بن سيل بن طماطم العفاري خذ المركز الثاني، المركز الثالث من الجانب الآخر القادمة والمنطلقة في هذا المشوط شعار كابر مشيط يتقدم، وأيضا الواصلة بكل قوة والمنطلقة هذه قوية، سالم بن عبد الله بن حميد المقبالي، المقبالي يقدم لنا شعار والظبي قادمة، راشد بن علي بن راشد الاكتبي وشعارك يا الحكماني، وشعارك الحكماني مع الغزيل سليمان بن خليفة بن سالم الحكماني يتقدم في هذه اللحظات بنوعياته المستمرة التي دائما لا تغيب، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، التماس التماس، بو سيف يقدم شعاره، بو سيف يقدم نوعياته على البداية الأولى، مبارك بن سيف بن محمد الشد المنصوري، ولكن من طماطم وشعار بن حدي وشعار المقبالي احتدم الصراع، احتدم الصراع، المعركة الأخيرة جولة الأمر النهائية، والحكمان أيضا، الحكمان أيضا بشكلها الفاخر بشكلها المميز يتقدم ويقدم لنا حضور الغزيل، ولكن بالحدي، ولكن بالحدي تجاوزت العصافة الأبطان بلاية الأمر، العصافة الأبطان يأتي مراسيل، يأتي مع مراسيل سيب سلطان بالحدي الاكتبي، هذا بالحدي، هذا بالحدي يتواجد بهذه الانطلاقة، أعلن بوجود نوعياته المستمرة بهذه الانطلاقات وبهذا التحدي الكبير، هذا بالحدي، هذا بالحدي دائما يحضر بالحضور المشرف بامتلاكه واغتناه لنوعيات قوية للغاية، بنوعيات قوية للغاية، هنا مراسيل، 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 هنا سابقة، هنا مشاهدي الأعزاء صاحبة نقطة في السباق الماضي يتقدم بالحدي ونوعياته المستمرة بتكرير إنجازه السابق. المركز الثاني هنا سالم خليفة الحكماني، المركز الثالث حمد بن سهيل بن طماطم العباري، المركز الرابع والخامس حتى هنا أيضا، المركز الرابع بن تركي الأعضاء خط النهاية، والمركز الخامس كان الوصول هنا مع غاية سالم بن عبد الله بن حميد المقبالي. هذه النتيجة 4:32 التوقيت المصاحب لهذا الشوط، شاركت سابقا هذا الذلول وحققت هنا نقطة في السباق الماضي في الشوط الرابع عشر، تهانينا والناموس.